شو إلك؟ وشو عليك؟ بظل الأزمة الاقتصادية والمادية اللي عم نقطع فيها، نحكي لغة الناس لنعطي فكرة صحيحة عن أهم مواضيع حياتنا اليومية. بيطرح مواضيع كاملة بشكل مبسط مع ضيوف من أصحاب الاختصاص وبمواقع مسؤولية دون الغوص بزواليب السياسة. نحكي ضمان اجتماعي، وزارة المالية، قطاع مصرفي وكتير غيرها من المواضيع. شو إلك وشو عليك؟ مع ميرابيل عيد والخبير المالي جو صقر. موضوع الحلقة: الأسس القانونية والمالية للمعاملات العقارية مع المحامي إلي كيريلوس، الليلة 10 إلى ربع المساء على الأو تي في.